مع الطبيب المختص. مع الطبيب المختص أسبوعياً، برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة FM. سلامة، مرحبا بكم السيدة المستمعين على إذاعتنا إذاعة الحياة FM على 93. رافقوكم كالعادة كل صبحية نهار اثنين من 10 متاع الصباح في برنامجكم مع الطبيب المختص، نطرحوا مشكلة صحية تقلقكم أو لنجيب على تساؤلاتكم. كثرة مؤخرا الحديث على الجلطات والوقفات أو التوقفات الدماغية، فما شكون يربطها بالتلقيح، فما شكون يربطها بالكورونا، وإحنا باش نجاوبوا على تساؤلاتكم، باش نوضحوا المشكلة هذية، باش نشوفوا شنية الأسباب متاحها، كيفاش نتوقعوا منها. اخترنا باش نحكيوا اليوم والضيف متاعنا الدكتور سليم الصامت، طبيب مختص في أمراض الأعصاب ورئيس قسم الطب بمستشفى ابن جزار بالقيروان. مرحبا بك دكتور سليم الصامت. مرحبا بك عفاف، مرحبا بمستمعي الحياة FM. يعطيك الصحة وشكرا على تلبية الدعوة دكتور سليم. مؤخرا نعرفش إيسكو صحيح ولا لا، لو كنت توضح لنا، هل أنكم لاحظتوا زيادة في أعداد الجلطات اللي جيوكم في المستشفى أو في الاستعجالي برابور للأعوام هذوما؟ في الحقيقة ما لاحظناش زيادة في الأعداد، معناها الجلطات الأكثرية تجي في الخريف والشتاء معناتها كالعادة بالكورونا ولا ما غير كورونا. فبالتالي العوام السنة والعام ناوي ما لاحظناش زيادة معناها في عدد في العدد لاحظنا زيادة. واضح. دكتور سليم، لو كان نحكيو على الجلطة الدماغية أو السكتة الدماغية، شنو معناها؟ كنت تفسر هنا. هي في الحقيقة السكتة الدماغية هي فقدان بعض وظائف الدماغ، يعني مثلا الدماغ وظيفته هي الحركة، يخلي الجسم معناتها يتحرك، اليدين تتحرك، الساقين تتحرك، يخلي الإنسان معناتها يشوف ينظر، يخلي الإنسان يتكلم. فوقت تجي الجلطة الدماغية هذه بصفة فجئية يتم فقدان لبعض وظائف الدماغية هذه، وفقدان الوظائف الدماغية هذه هي ناتجة على موت بعض الخلايا الدماغية. وموت بعض الخلايا الدماغية هذه هي زادة ناتجة معناها على أنه ثم انسداد، يا إما ثم انسداد في الشرايين اللي توصل الدم للمخ، وإلا ثم نزيف تمزق في الشرايين هذه ينتج عنه نزيف في الدماغ اللي تتلف الخلايا الدماغية هذه. حسب دكتور فما زوز أنواع في الجلطات. اي هو ثم زوز انواع في الجلطات. النوع الاول هو نقول بالفرنسيه ولا في سي اسكيميك، وهي السكته الدماغيه الاقفاريه. الجلطه هذه الاقفاريه هي ناتجه كما قلنا على انسداد شرايين توصل الدم للخلايا الدماغ، خصوصا الشريان السباتي. السباتي اللي هو اسمه الارتير مانتا كاروتيد. الانسداد هذا يوقف وصول الدم الى المخ، وبالتالي احنا نعرفوا اللي خلايا الدماغ تتغذى من الاكسجين ومن السكر اللي يوصلها من الدم. فاذا وقف الاكسجين والسكر اللي يوصلها فهي تموت معناتها تدريجيا. هذه الجلطه الاقفاريه لافيسي اسكيميك. ثم جلطه اخرى، جلطه السكته الدماغيه النزفيه، وهي ناتجه عن تمزق شريان داخل الدماغ. دونك ليموراجيك. ليموراجيك. الأسباب دكتور نفس الأسباب بالنسبة للنوعين من الجلطة ولا تختلف الأسباب؟ لا، هي تختلف الأسباب. بالنسبة للجلطة معناتها الإقفارية هي ناجية سيرتو عن تكون خثرة، يعني يقولوا احنا ترومبوس. ترومبوس خثرة هذه في الداخل الشريان، ومن أهم أسباب الخثرة هذه هي تصلب الشرايين. قول قائل شنو يخلي الشريان معناتها يتصلب؟ اهم العوامل اللي تخلي الشريان هذا معناتها يتصلب وينسد معناها هي ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم الغير المعدل بالدواء، واللي ما يعرفوش على روحهم معناتها عندهم ضغط الدم، ينجم يصير لهم تصلب في الشرايين، وبالتالي انسداد الاوعيه الدمويه. ثم زاد مرض السكري. مرض السكري يجم يعمل انسداد في الشرايين. ثم زاد التدخين. يعني التدخين. ثم زاد العمر، زاد مع العمر تتصلب الشرايين، خصوصا العمر فوق 55 سنه. ثم السمنه زاد. السمنه تعمل هكاك. ثم زاد النساء اللي ياخذوا حبوب منع الحمل هم معرضين اكثر، مش يعملوا جلطه دماغيه معناتها اقفاريه.
بالنسبة للجلطة الدماغية مع النزفية، السبب الأكثر شيوعا هو ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع مفاجئ لضغط الدم، وإلا ثم زاد بعض التشوهات الخلقية الوريدية مع الشريانية اللي تنفجر ساعات التشوهات هذه وتعطي نزيف مع داخل المخ. واضح. دكتور، سؤال اللي تسأل وسألونا برشا من المستمعين، من اللي يعرفوا اللي احنا باش نقدموا الحصة هذية وباش تكون انت الضيف متاعنا، قالوا هل ان تلقيح الكورونا ينجم يكون سبب من اسباب الجلطات هذية كسوا ليسكيميك ولا ليموراجيك؟ هو في الحقيقة ما تماش علاقة علمية جدلية واضحة بين الجلطات الدماغية وتلقيح الفيروس وتلقيح ضد فيروس الكورونا. الحالات اللي قالوا عليهم ربما يكونوا ناتجين على اسباب اخرى معناتها بخلاف التلقيح. كيما يكون مريض مثلا معرض الاول مش يعمل جلطه، مثلا عنده مشكل في الدم، عنده مشاكل في القلب، ينجم يعمل جلطه بالتلقيح ولا بلاش، معناها فهمت. اذا ما ثماش علاقه معناتها واضحه علميه بين التلقيح وبين الجلطات الدماغيه. والفرصه هذه نغتنمها، انا مش ننصح الناس مش يلقحوا، الخاطر الكوفيد هو يعطي جلطات اكثر من التلقيح أكثر نفسه. اذا كان التلقيح يعطي جلطات معناتها، اما الكوفيد هو يعطي جلطات اكثر معناتها، يعطي جلطات دماغيه، يعطي جلطات في القلب، يعطي جلطات في في الاورده، يعطي امبولي بلمونير معناتها، يعطي مثلا امبولي بلمونير يعني انسداد في الشريان الرئوي. فبالتالي الكوفيد هو اخطر من التلقيح معناها. احنا نشجع الناس مش يلقحوا بالمناسبه هذه. دونك السيده المستمعين نطمنوكم اللي التلقيح ما فماش علاقه سببيه ما بين التلقيح والجلطات، وما فماش زياده في اعداد الجلطات بارابور للاعوام معناها السابقه قبل حتى الكورونا. بالعكس الدكتور ياكد انه الكورونا هي تنجم تكون سبب من اسباب حدوث الجلطات هذه، والوقايه الوحيده تكون باستعمال البروتوكول الصحي وكذلك التلقيح. خاطر التلقيح ما يحميش من العدوى، ولكن يحمي إذا كان واحد مرض يحمي من العلامات وإلا من الحالات الخطيرة. دكتور، باش نعرفوا الجلطة أكيد فما علامات، والعلامات اللي نشوفوها من الأول كيفاش نجموا نقولوا اللي المريض هذا حتى في العائلة معناها أنه مريضي ممكن قاعد يعمل في جلطة، شنو ما العلامات اللي نلاحظوها؟ هي علامات معناتها جلطة دماغية كسوا معناتها نزفية ولا إقفارية، هي تجيب صفة فشائية. يعني فجأة يكون لاباس عليها، كفجأة مثلا يجي يشيلوا معناتها شلل نصفي، مثلا شلل نصفي انه يده سياقه ما يحركهاش معناها، والا يصير عنده ما يجيبش يتكلم مليح، اللي يبغبغ في الكلام يقول، ولا ما يجيبش يتكلم حتى جمله ما يتكلمش، والا ما عادش يجي يشوف مليح، سواء معناتها عين برق ما يجيش يشوف بها، ولا يشوف دوبل، يجي يشوف دوبل زاده، ولا يحس بتنميل مثلا في شيره برق من الجسم يمين ولا يسار، ولا يكون عنده صعوبه في البلع، واحيانا معناها يكون عنده فقدان الوعي. فقدان الوعي يجي يبدا يعني فقدان وعي معناتها طفيف، ولا يوصل حتى للكوما معناها كومبليتمون معناتها. واضح. هذه اهم العلامات، ناكد على انها بصفه فشائيه. واضح. دونك الدكتور، اذا لاحظنا وجود العلامات هذه عند اي مريض، خاصه عند شخص في العائله، كيفاش لازمنا نتصرفوا؟ هو يتصرف هو انك تدي معناتها لازم تدي معناتها الاستعجالي، ماذا يمشي الاستعجالي، اذا لاحظت عنده اي شلل نصفي مثلا تدي الاستعجالي مثلا بصفه سريعه لتشخيص المرض. انت لازم نعمل تشخيص المرض، وتشخيص المرض هذا يكون بالسكانير والا بالليرام اللي تعمل سريعا يعني في قسم الاستعجالي، مش نعرفوا على الاقل نفرقوا بين يا اما جلطه دماغيه ولا اقفاريه ولا جلطه نزفيه. خاطر مش نفس الدواء للزوز. واضح. يعني نجموا نفرقوا بيناتهم كان بالسكانير. وصلنا الدواء دكتور، فما برشا يقول اذا كان لاحظنا العلامات هذه نعطي الاسبيرين. لا، ما تعطي الاسبيرين كما تعطي كما يعمل سكانير، خاطر يجم يكون عنده جلطه نزفيه انت معناتها، وانت تعطيه الاسبيرين كمل عليه. واضح. ولهذا لازمك تعمل سكانير قبل، والطبيب يقرر مش يعطيك الطبيب يقرر. دونك احنا نحاولوا نهزوا المريض نتاعنا في اقرب وقت للاستعجالي، وفي الاستعجالي الطبيب هو اللي باش يقرر انه، واهم ظهر لي حاجه باش نعملوا بها التشخيص هي سكانير. هي سكانير. والليرام. والسكانير لازمها تكون في وقتها، مش لا. دكتور سليم ظهر لي تقولنا احنا تبعناك الكل وتعلمنا منك
ونتذكر برشا في الاستعجالي تقول لي نستناو شويه ما نعملش سكانير من الاول. هو يلزم يتعمل سريع السكانير، خاطر حتى كان جا سكانير نورمال نجمو نستنتجو انها جلطه اقفاريه، معناها حتى كان جا سكانير نورمال. كيف ده سكانير نورمال مع وجود العلامات نجم نشخصوا الاقفاريه، يعني نجم نعرفوا التشخيص راهي افي سي اسكيمي فيو الكونتاكت. واضح. واذا ايموراجيك ويظهر من الاول، معناتها الدم يظهر في السكانير من الاول، معناتها معروف. ما يستحقش وقت. واضح. دكتور لو كان نحكيو على المخلفات، اكيد لافيسي الجلطات هذه تخلينا اسكو ديما تخلي مخلفات تنجم هي تنجم ما تخليش مخلفات. ثم جلطات معناتها اقفاريه عابره نقولوا لها اكسيدون اسكيميك ترانزيتوار، انه يعمل معناتها شلل نصفي ولا صعوبه في الكلام وبعد يرجع فيسع معناتها في اقل من نصف ساعه معناتها هذيك، ثم جلطه اقفاريه عابره. وثم جلطات بالطبيعه مش تخلي مخلفات، كي مثلا مخلفات في الصعوبه في المشي ولا يدو ساقو يقعد ما يجمش يستعملها معناتها كوم الفو. ثم زاد انسان يجم يقعد ما يتكلمش مليح ولا ما يرجعش للكلام نتاعو رغم التاهيل معناها كل شيء، ينجم ما يرجعش، ينجم يقعد عنده صعوبه في النظر مثلا ولا صعوبه في البلع، تعطي مخلفات هكا علاش ناكد على الوقايه انا تو بعد كان تحب، اما تعطي مخلفات كبيره الجلطات هذه. دونك الجلطات هذه عندها مخلفات كبيره تقلق الحياه العامه سواء للانسان المريض والا للانتوراج نتاعه، هي تمثل مشكله صحيه، مشكله للمجتمع. دونك بروبليم دو سونتي بوبليك. دكتور ظهر لي ناكدوا على الوقايه، ناكدوا على مراقبه اللي عندهم معناها الدم التونسيون، دونك مراقبه الضغط الدم، مراقبه السكري، واهم حاجه الوقايه وخاصه التلقيح ضد الكورونا، خاطر كما قلنا تنجم تكون هي سبب نتاع الجلطات. انتم تسمعوا فينا على الحياه فام 93 اذاعه القيروان للصحه في برنامجكم مع طبيب المختص، وموضوع حصتنا اليوم الجلطه الدماغيه. يحضر معنا الدكتور سليم الصامت طبيب مختص رئيس في امراض الاعصاب رئيس قسم الطب بمستشفى ابن الجزار بالقيروان. نخرج استراحة موسيقية وهنا راجعين مع الطبيب المختص. مع الطبيب المختص أسبوعيا، برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة FM. صباح الخير للسادة المستمعين اللي التحقتوا بينا توا، انتم تسمعوا فينا على الحياة FM إذاعة القيروان للصحة في برنامجكم مع طبيب المختص. بدينا معكم العشرة نتاع الصباح، موضوع حصتنا اليوم الجلطات الدماغية، ويحضر معنا الدكتور سليم الصامت طبيب مختص رئيس في أمراض الأعصاب ورئيس قسم الطب بمستشفى ابن الجزار. كنا في الجزء الأول من الحصة تطرقنا اش معناها الجلطة الدماغية، شنية الأسباب متاعها وعلاماتها، وأكدنا الدكتور أني ما فماش علاقة سببية ما بين الجلطة الدماغية أو تلقيح الكورونا اللي هي موضوع أثير مؤخرا وتطرح برشا للجدل. بالعكس أوصانا بالتلقيح وضرورة الوقاية، وأنه الكورونا بالعكس هي تنجم تكون سبب من أسباب الجلطات. دكتور نسمع ميكرو تريتوار سجلت هنا زميرة أنس، فما 80% أكثر من 80% فما موجود منها، خاطر الفاكسان ما فماش حاجة أنها 100% أنها حاجة موثوقة اللي هي مريقلة، معناتها تنجم فما إمكانية برشا، معناتها فماش عندناش فيها ثقة جميلة، حتى الفاكسان أنا أوبليجي عليا معناتها باش نمشي نعمل فاكسان، ما ضد أنا الفاكسان جميلة. الدواء تقريبا ما ديناش حتى ارتفاع رسمي من الوزارات ولا غيره باش يخرج دراسة ويقول راهو كان علاقة ولا ما فماش، ما ديناش حتى ما فماش حتى دراسة، ما في بالي هكا فما خرجت وزارة الصحة وكذبت المعلومة هذيا، أما باللي يكون فماش حاجة ريال معناتها ما فماش كثيقة معناتها باش انك في الفاكسان بصفة عامة الكل راه. نتركها على ربي برشا. عسلامة. البريد هذي دو سومين الاخرانيين برسك الشهر الاخراني كثرت برشا النومبر نتاع ليزافيسي، بديت تسمع ياسر اذا كسرت الافيسي افيسي، وحتى في السبيطار زاد دونك انفيرمير برشا في برشا قاعدين نشوفوا في العاده مره في الشهر مرتين، وسيد لي بيرسوناجي كهو البريود هذي برشا معناها الترونش داج معناها ما بين الكارونت الترونت، والحقيقه برشا العباد تسال معناها اسكو تات معناها
كونسيكونس للفاكسان ولا لا. الحقيقة فماش حتى شيء سير، وفما حتى دراسة ولا حاجة أثبتت اللي هي من واحدة. أما الفيسبوك والرأي العام الكل يقول على يقول الفاكسان هي سبب. أنا نشوف فما عوامل أخرى أكيد، فما ديزيز أنتيسيدون الملاد ستريس وكل شيء. ما نصورش معناها الفاكسان فاكتور واحد معناها باش يعمل لافي سي، والله أعلم. لين نستنوا الدراسات والزيتيوت. عسلامة. في علاقة بالجلطات والتلقيح متاع كورونا، ما شنو قلك مش سمعت، كل يوم نقرأ على ناس توفيت بجلطة، مستغرب عليه. معناها كل يوم الأكاي متاعي معناها على الأقل فيه زوز من الناس، ثلاثة من الناس عندهم شكون توفى، وما نمشيش لبعيد. معناها أمي جلطت ريسامون، ما قولوا فما برشا معطيات إنها هي قبل عندها مشاكل، عاملة جلطة قبل، إنها هي معناتها كبيرة في العمر عندها أمراض مزمنة. أما إنها تجلط في العشية، معناها الصباح عملت فاكسان، العشية عملت جلطة، والجلطة هذه تسبب لها حاجز معناها حركي، معاها شوية اختلالات في نفسيتها ولا مداركها، وتقعد ما تحركش شطر. هذه حاجة بيزار أول مرة تصير. معناها كي لقحت أنا بيدي، معناها كي عملت الفاكسان، ما عندي إحساس خايب. معناها مرات نقول بون هذه ديزاتاك دو بانيك، أما تولي كوتيديان مون بالقداش من مرة قلبي يعزق، نحس في حريق في صدري. جيت أوبليجي باش نتصرف وحدي، معناها لوتو ميديكاسيون. دونك قلت أنا مادام عندي تيران فافورابل في العائلة، شكون فما يتجلط ولا حاجة برا، نشرب أنا أسبيجيك باش دمي ما يخربش، معناها ما تصير ليش تخثر في الدم. نحكوا على الفاكسان اللي يعمل واللي ما يعملش، معناها ما ركزتش برشا، حاولت نقرا. استرازينيكا وي عطا، اللي انا لقحت منه عطا، في فما دراسات موجوده متوفره، معناها تدخل تلقاها. ونحكي هوني على دراسات علميه، مانيش نحكي على اي حاجه. تقول اللي فما اون بوبولاسيون معينه في عمر معين فوق ال 45 عام، اللي هما عندهم مشاكل بطبيعتهم في متاع عروق ولا متاع قلب، صارت لهم تخثر في الدم ولا جلطات خفيفة. الحق أمي ما نذكرش نوع اللي نوع التلقيح اللي عملته. فما برشا نسمع فيهم خايفين من تلقيح جونسون. اش قولك في اللي سمعته؟ ظهرلي نفس الكلام، الناس الكل متخوفه، الناس الكل تربط في الجلطات اللي قاعدين نشوف فيهم، اللي هما فما ماهوش كيما اكدنا وعاودنا. والدكتور هو رئيس قسم امراض الطب بمستشفى ابن الجزار، وهو الطبيب الوحيد ظهرلي اللي عندنا متاع الاعصاب. دونك المرضى الكل تشوفهم انت، واكدت لنا انه ما فماش ارتفاع في الاعداد بارابور للاعوام اللي تعديت، ولكن العباد تربط باي حاله وفاه بالارتفاع اعداد الوفاه يظهر لهم بالتلقيح اش قول الدكتور في لا لا، هو الوفاه معناتها ولا جلطات تجم تكون معناتها ناجعه على حالات اخرى. مثلا انسان عنده ارتفاع ضغط الدم، انسان عنده سكري، يكون عمل جلطات قبل، يكون عنده امراض القلب مثلا، يجم يعمل انسداد الشرايين ويتوفى. معناها ما ثماش علاقه سببيه بين التلقيح وبين الجلطات، وما ثماش ازدياد نعاود نقول في عدد الجلطات بالنسبه للسنه والعوام اللي فاتت. معناها ثم اسباب اخرى للجلطات عند الناس هذوما، مش تلقيح. واضح. دكتور لو نحكيو على طرق العلاج، وصلنا للعلاج، اي شخصنا، نتعديو للعلاج. بالنسبه للعلاج مالت الجلطات الاقفاريه مالت ليزيفيسي اسكيميك، هو في الحقيقه معناتها في البلدان معناها المتقدمه، وحتى في تونس معناها مثلا في
في تونس العاصمة، في سوسة، في المستير، في المهدية، في صفاقس، ثم شو نقولوا احنا لا ترومبوليز. ترومبوليز هذه اللي نعملوها انه في الوريد نتاع المريض، معناتها نعطيوه منشطات البلازمينوجين النسيجي اللي اسمه ار تي بي. ترومبوليز هذه تقوم بتفتيت الخثره هذه، الخثره اللي سدت الشريان تتفتت وقت نعطيه الدواء هذايا في العرق مده ساعه من زمان. الدواء هذا يتعدى مده ساعه من زمان. مثلا يكون مريض عنده شلل نصفي، يقوم في وقته لاباس عليه، معناها تتنحى الشلل النصفي ويرجع المريض عادي، معناتها يكون مش عامل مخلفات بعد ذيك، ما عادش عنده مخلفات، سيئ المريض هذا يقوم لاباس عليه معناها. طبعا مع وجود معناتها تنجم تكون مع ثم مضاعفات بالنسبه للدواء هذا بالطبيعه، لكن وقت اللي نعملوا لابون انديكاسيون في الوقت المناسب بحول الله، معناتها المريض يمنع يولي لاباس عليه معناها كومبليتوم كما قلت لك. المريض هذا يلزم يوصل فما شروط، ثم شروط من اهم الشروط معناها هو انه يوصل 3 سوايع ونص، ما اكثرش من 3 سوايع ونص بعد ما يعمل الجلطه. ثلاثة الوقت ونص. عامل الوقت 3 ونص 3 سوايع ونص. احنا في القروان الحق ما زالت الحكايه هذه ما صارتش، ربما لاني انا طبيب وحدي ما نجمش نكون ديما جارد، انا ما نجمش نكون ديما معناتها جارد مش نعمل الانديكاسيون هذه. ان شاء الله نقولوا كان توفرت العزيمه وتوفروا طب يحبوا يخدموا ترومبوليز هذه، ولا هذا يساهم معناها في انقاذ عديد الناس معناها من المخلفات نتاع جلطات الدماغيه معناها هذه. صحيح. اذا اهم دواء هو تو يتعطاه هو ترومبوليز، نبداو به هذا مش نمنعوا الناس. اذا ما ثماش ترومبوليز كما احنا عندنا هنا في مدينه قيروان، دونك اذا عنده جلطه اقفاريه نعطيوه الاسبرين. نعطيوه الاسبرين معناتها الدوزه هي بين 100 ملي جرام و 300 ملي جرام معناتها في النهار. واذا عنده مثلا مرض في القلب كيما الرجفان الاذيني مثلا، الاريتمي كومبليت فيبراسيون اوريكولير، نجم نعطيوه معناتها الوارفارين اللي هو السانترون. واضح. بالنسبه للجلطه معناتها النزفيه ما فيهاش دواء معناتها مبدئيا، فقط نحاولوا كيفاش معناتها نكيليبريو التونسيون، معناتها نحاولوا نحدوا من ارتفاع ضغط الدم معناها هذه اهم. ونستناو باش الجلطه هذيك الدم واحد واحد يتمص بشويه 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 بشويه، فهمت؟ وزاد زاد بالنسبه للجلطه معناتها الاقفاريه نعطيو زاد مخفضات الكوليسترول اللي هما الاستاتين زاد. وثم التاهيل بطبيعه الحال، ثم التاهيل الوظيفي وتاهيل النطق. وقتاش نبداو؟ نبداو بالنسبه للجلطه الاقفاريه نجم نبداوها معناتها فيسا فيسا. بالنسبه للجلطه النزفيه نستناوها كنهارين ثلاثه حتى التونسيون معناتها ترجع نورمال شويه، ونبداو زاد التاهيل الوظيفي هذا. واضح. دوك ظهر لي العلاج ما عندناش فيه برشا اختيارات دكتور، ماذا بينا ما نوصلوش للجلطه هذيا؟ والوقايه اهم برشا واسهل من العلاج. طرق الوقايه دكتور؟ هي طرق الوقايه هو ثم كما قلنا احنا من اهم العلامات اللي توصل معناتها الجلطه الاقفاريه الاكثريه هي ارتفاع ضغط الدم، بحيث يلزم المريض معناتها اللي عنده ارتفاع ضغط الدم ياخذ دواء معناتها بانتظام، ما يقصش عليه بالكل، وديما يراقب ارتفاع ضغط الدم، اذا طالع يمكن يزيدوه دواء اخرين، يبدلوا له الدواء، معناتها لازم ديما يراقب روحه اللي عنده ارتفاع ضغط الدم، كيف ارتفاع نسبه السكر في الدم زاد تنجم تعمل جلطات دماغيه، اذا المريض اللي عنده مرض السكري لازم ديما يحاول كيفاش يكون معدل السكر نتاعه، ما يطلعش ياسر معناها ديما يكون معدل. المريض وخصوصا الامتناع عن التدخين، معناها الانسان اللي دخن ماذا به معناها ينحي التدخين ولا ينقص ياسر من التدخين. الناس اللي عندهم السمنه وكل شيء نشجعوهم باش يعملوا سبور، والناس كل احنا نشجعوهم باش يعملوا سبور. حتى نص ساعه في النهار معناتها مشي ستو رياضه المشي ولا الجري الخفيف معناها نصف ساعه في النهار تحد زاده من الجلطات الدماغيه والقلبيه زاده. واضح. يعطيك الصحة دكتور، نأكدوا على الاتباع أسلوب حياة صحي، على دونك مراقبة ضغط الدم، مراقبة السكري، مراجعة طبيبنا، خاصة نردوا بالنا على رواحنا. التلقيح نافع وما فيهوش مضار، نأكدوا عليكم على تلقيح ضد الكورونا، ما عندوش حتى مخلفات إلى حد الآن، لم يصل
يثبت معناها علاقة سببية بين الجلطات الدماغية ومعناش حتى ارتفاع في عدد الجلطات اللي نشوفوه عنا في مستشفى القيروان. دكتور احنا براتيك ما وصلنا لنهاية الحصة متاعنا، نخلي لك كلمة الختام. ولكن الختام انه بالنسبة للجلطات الدماغية ديما كما قلت انت الوقاية خير من العلاج، وانه اللي عمل مع الجلطة الدماغية راه تنجم تعمل مخلفات تنجم تأثر على حياته وعلى حياة العائلة اللي معاه. ولهذا نأكد أنا على الوقاية من الجلطات الدماغية هذه سيرتو باتباع معناها أنه الإنسان ياخد إذا عنده الدم ياخد الدم بتاعه، يداوي السكري بالباهي معناها، ويمتنع عن التدخين، ويمارس الرياضة معناتها بصفة يومية تقريبا نص ساعة في النهار حتى مشي، وبحول الله معناها لاباس ان شاء الله ربي. ان شاء الله. شكرا دكتور، يعطيك الصحه على المعلومات القيمه اللي اعطيتنا اليوم. شكرا للساده المستمعين اللي اختاروا الاستماع لينا اليوم من 10 نتاع الصباح، رافقناكم في برنامجكم مع الطبيب المختص في على اذاعه الحياه اف ام. موضوع حصتنا اليوم كان الجلطات الدماغيه. حضر معنا الدكتور سليم الصامت، طبيب رئيس مختص في امراض الاعصاب ورئيس قسم الطب بمستشفى ابن جزار بالقيروان. في الإخراج التقني للحصة أحمد المخلوفي، وفي الديجيتال محمد قدح، رافقتكم الدكتور عفيف الجزاني من وراء الميكرو. من هنا للحصة القادمة نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم، إلى اللقاء وباي باي. مع الطبيب المختص، مع الطبيب المختص أسبوعيا، برنامج طبي في علاقة بطب الاختصاص على الحياة FM.